اقتربنا على أن يكون في مرور عام على حكم الرئيس السيسي. وعندما تحدث بعض الإعلاميين عن أداء الرئيس السيسي، اعتبروا بعض الصحف أو نشر على اعتبار أنه بعض الإعلاميين ينقلبون على السيسي. للتعليق على هذا الخبر معنا ومع حضراتكم الأستاذ المهندس يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريدة وطني. باشمهندس، برحب بحضرتك معانا. أهلا بك يا ست. أهلا بحضرتك. طيب، العنوان ده صادم شوية، أو يمكن عنوان بيشد القارئ، إن الإعلاميين انقلبوا على السيسي، ولا ده فعلا إن في بعض الإعلاميين انقلبوا على الرئيس السيسي؟ العنوان طبعا بيدي انطباع مثير انه بيحط هذا في المطلق، وان الاعلاميين بمعنى كل الاعلاميين بينقلبوا على السيسي. فالكلام ده كلام مبالغ فيه، والامر بشكل موضوعي انه المساحة الاعلامية وارد جدا انها تضم ناس رأيهم ان هم يحاسبوا الرئيس السيسي على حاجات هم شايفين انها تدعو لانتقاده، وعلى الجانب الاخر في ناس بتمثل اتجاه مخالف. ده شيء طبيعي ومش مفروض ان احنا ننزعج منه ولا نفزع. احنا كنا بننتقد العصور اللي ما قبل الرئيس السيسي، انه المصريين كانوا زي ما كنا بنقول بيفرعنوا رؤوسهم رؤسائهم، انه بيخلقوا منهم فرعون غير قابل للنقد وغير قابل للاقتراب من شخصه او انتقاد ادائه. لا، هذا الزمن ولا. وانا اذا كنت بقول هذا الكلام، عايز اوضح على المستوى الشخصي وعلى المستوى بتاع المنصب اللي انا بشغله، انا بحترم جدا الرئيس السيسي ومعجب باسلوبه في حب مصر وفي خدمتها ورؤيته في اقالتها من عثرتها سياسيا واقتصاديا. لكن اذا وجدت انه اداء الرئيس السيسي يدعو للانتقاد في اي من قراراته او سياساته، لن اتردد في ان انا اكتب هذا. وده لا يعني اطلاقا ان انا سحبت تأييدي له أو إن أنا بطلت أحترمه كرئيس. الأمور مش لازم تؤخذ على هذا المحمل المطلق. حقيقي فعلا استاذ يوسف، انه حضرتك زي ما بنقول انه احنا وكونك بتحترمه وبتقدره ومعجب بكثير من الامور اللي بيفعلها من اجل مصر، ده يعني بيكون يعني بيتطلب اكتر من اي حد تاني انه حضرتك تكون، لما يكون في نوع معين من النقد، النقد اللي هو بيكون فيه توجيه او نقد لفت النظر، النقد للاداء الاحسن، وكله من اجل مصر. ويمكن الرئيس السيسي في اكثر من خطاب لي او اكثر من كلمه يعني صرح بمثل هذا، ان انتوا كشعب بتكلموا، انتوا يعني لو في اي حاجه اطلعوا وقولوا. فاعتقد ان ده مسموح، يعني ما هوش انقلاب. إطلاقا ده نعم مسموح طبعا. نعم نعم طيب، لو قلنا حضرتك في احنا اقتربنا من مرور عام، في بعض النقاط المعينة اللي واقف قدامها يا استاذ يوسف، ولا لان بعض الاعلاميين طبعا ليهم بعض يعني يمكن حضرتك المآخذ، هل حضرتك شايف حاجة معينة في خلال متابعتك كرئيس تحرير؟ لا، أنا خلال السنة اللي مضت على تقلد الرئيس السيسي قيادة مصر، أنا ما أقدرش أقول إطلاقا إنه في شيء هو خذلني فيه، أو إن في سياسات كنت أحب إنها تكون على محمل آخر. أنا شايف إنه بيتميز الفترة بتاعت رئاسته أولا بالبساطة والوضوح الشديد والشفافية. شايف انه، ودي حاجة انا معجب بيها اشد الاعجاب، انه كان يجوب دول العالم مادا ايد المحبة والاحترام والتعاون، وكسب الكثير من الاصدقاء لمصر. لا استطيع ان انسى انه في الوقت اللي كان كثير من المصريين يشعرون بمرارة تجاه أسلوب الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع ثورة المصريين في 30 يونيو، إنه قال نحن لا نستطيع أن نهدر علاقتنا الاستراتيجية مع أمريكا
ونهتم جدا أن نحافظ على متانة هذه العلاقات والإبقاء على صداقتنا مع أمريكا. وأظن أن هذا اتجاه يدل على حكمة وتعقل القيادة المصرية في معالجة الأمور الدولية. وبالتالي أنا شايف أنه علاقاته مع دول العالم والمؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل في شرم الشيخ والروابط المتينة اللي عملها مع الدول العربية، كل ده بيصب في صالح مصر ورصيد علاقاتها وبناء الاقتصاد والسياسة الجديدة اللي مصر محتاجاها عشان تقوم وتقف تاني كقوة رائدة نعم. ومؤثرة في المنطقة بتاعتها. اللي حضرتك ذكرته يمكن والكل بيشيد يعني زي ما بنقول بالأداء العلاقات مع الدول الخارجية من ناحية بالنسبة للرئيس السيسي، ولكن هناك طبعا تعليقات على أداء الحكومة ومن حول الرئيس السيسي، ولغاية دلوقتي الكلام بالنسبة لموضوع تجديد الخطاب الديني وملف الأقباط. لو سألت حضرتك دلوقتي عن إنه الرئيس السيسي والحكومة مغمودة العين عن كل ما يحدث بالنسبة للأقباط وخصوصا في المنيا وفي الصعيد، يعني ماذا تقول حضرتك؟ عندك حق، أنا إذا فتحنا الملف بتاع الأقباط أقول إنه الأقباط بينظروا إلى المستقبل بكثير من الأمل والتفاؤل إنه الأمور هتنصلح، لكن لو النهارده قلنا هل هم ماسكين في إيدهم أي تغيير ملموس في خالص. حل مشاكلهم اللي كانت في عهد مبارك؟ لا، مفيش أي حاجة تحققت لغاية دلوقتي. هم متفائلين لأنه في دستور رائع غير مسبوق بيعترف بالمكون القبطي في التاريخ المصري والشخصية المصرية، وبيعترف بأن للأقباط الحق في اللجوء إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وانتخابات رئاستهم الدينية، وبيلح وبيلقي على أول برلمان منتخب بمسؤولية تشريع القوانين اللي بتعطي الحرية في بناء الكنائس وتدعيمها وترميمها. كل هذا بيدعو إلى التفاؤل إن الأساس للإصلاح التشريعي أصبح موجود، لكن لازلنا بننتظر انتخاب برلمان قوي ومتوازن عشان يحول هذه التوجهات إلى واقع معاش يعني وملموس. حضرتك متوقع في انه مع المقابل البرلمان هتحل المشاكل دي، يعني مشاكل الاقباط ان شاء الله، يعني مع سن القوانين، ولو ان يعني احنا شايفين ان الرئيس بيقوم بهذا الدور، يعني اذا كان في نية ورغبة لانه يكون في قوانين لبناء، يعني حضرتك سمعت الانبا غاصن بيقول لك ليه 5 سنين مش قادرين يبنوا دورة مياه في كنيسة في مغاغة، يعني اعتقد انه الوضع بالنسبة يعني للصعيد محدش شايف تفاؤل لغاية دلوقتي. وانا عفوا ان انا برد على حضرتك يمكن من وجهة النظر اللي الاحداث اللي حاصلة كلها، وانه لسه كان معانا نيافة الانبا أغاصن يوم الجمعة الماضية، واحداث كتيرة حاصلة في المنيا وفي الصعيد، ولسه كمان خطف او اختفاء الفتيات القصر، والى الان مثلا ما فيش حتى الامن بيكون عارف اماكنهم، ما بيتقالش على ما بيسمحش لحد من اهلهم انهم يقعدوا معاهم، وما فيش لغايه دلوقتي جلسات نصح وارشاد، يعني عندنا الملف كله بالكامل لسه ما اتحلش فيه ولا حاجه. عشان كده أنا قلت في البداية الأقباط رغم إن في أساس للتفاؤل بالنسبة للمستقبل، إنما هم ما يقدروش مش ماسكين أي إصلاح حقيقي في إيدهم. نعم فأنا عارف إن هذا هو الواقع، وإنه الدلائل بتقول إن لو نجحنا في مواجهة آخر تحدي في خريطة البرلمان. الطريق بتاع نعم 30 يونيو انه نوصل لمصر برلمان قوي متوازن، هنقدر نحصل على التعديلات التشريعيه اللي موجوده. حضرتك قلتي ان مفيش حاجه بتحصل لغايه دلوقتي، في سلبيات، السلبيات اللي ذكرتيها حقيقيه وملموسه. نعم محافظه المنيا من المحافظات اللي فيها بؤر تطرف وفيها تقاعس للسلطه التنفيذيه بدءا من المحافظ مرورا على مدير الامن في اعلاء القانون والذوي عن هيبة الدولة والدفاع عن الأقباط أمام سطوة المجالس العرفية اللي بتغتصب القانون في إيدها. فأنا متفق معاكي تماما على هذا.
في المقابل لازم أذكر إن السلطة ممثلة في الرئيس السيسي ورئيس الوزراء لم تتردد في إن هي تظهر تقديرها واحترامها للأقباط. ودخول الرئيس السيسي للكاتدرائية في العيد كان بيحمل دلالة قوية جدا، لأن الدولة بتعترف بمواطنيها الأقباط. القرارات الاعتراف الجمهورية وحده لا يكفي أستاذ يوسف، مهندس يوسف. أنا يمكن مضبوط حتى لم يعني كان في كلام كتير وإنه الرئيس، طب قلنا طيب ما لما هيجي عيد القيامة لا دخل الكنيسة ولا حتى راح للكاتدرائية يعني. فالحكاية أنا مش عايزة الرئيس يجي لي في العيد، أنا عايزة الرئيس يحل لنا مشاكلنا. أنا مش عايزة إنه مظبوط يبدو مظبوط مظبوط الوجهة اللي تبان قدام الكل، وإن إحنا لطالما الجلسات والاجتماعات وممثلين عن الكنيسة يجتمعوا مع الأزهر، ولكن لا هناك تغيير، لا اعتراف، ما فيش اعتراف حتى من الأزهر إن في مشكلة في الخطاب الديني إلى الآن، بالرغم من إنه الرئيس السيسي مشكورا هنا يتكلم ويتكلم ويطالب بتغيير الخطاب الديني، ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي يعني تحركات. فيمكن زي ما بنقول إنه مش بنقول الرئيس السيسي، ولكن الرئيس وكل المسؤولين اللي حواليه بالنسبة للملف القبطي والموضوع الخطاب الديني المحرض ضد المسيحيين محتاجين وقفة من الحكومة والرئيس. مظبوط الكلام اللي بتقوليه، وبرضه زي ما انا قلت في البدايه ما اقدرش اقول ان دي علامه على تنكر الدوله للاقباط، لانه هناك بجانب العلامات السلبيه علامات ايجابيه. العلامات السلبيه قائمه وبنعترف بيها، والعلامات الايجابيه يجب ان نتذكرها لنعرف ان نعادل بين السلبيات والايجابيات. الأقباط ليسوا في أزهى عنصرهم وليسوا في أسوأ عنصرهم. احنا في مرحلة انتقالية، والدولة بتمر بتحديات رهيبة وبتمر بمعارك شرسة لتعقب الإرهاب، فيصح انه يكون في تقاعس في بعض الأماكن، وعلينا أن احنا نسلط الضوء على هذا وننتقد هذا ونذكر الحكومة بهذا. نعم. لكن علينا في نفس الوقت ان احنا نعرف اننا في وضع بيدعو للتفاؤل بالنسبة للمستقبل. امين يا رب، احنا ده اللي بنتمناه يعني. مهندس يوسف انا بشكر حضرتك جدا، وكلنا زي ما بنقول بنلقي الضوء على مثل هذه الامور عشان يبقى في زي ما بنقول امل وتفاؤل في ان تتحسن في القريب العاجل يا رب ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا مهندس يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريدة وطني.